أحدد معاني الكلمات، أصل الكلمة بشرحها، تعزز، تقوى، منشط، مدرب، أفهم. مما كان يشتكي أطفال الحي؟ كان يشتكي أطفال الحي من عدم وجود ملعب يلعبون فيه. ما الشيء الجديد الذي شهده الحي؟ شهد الحي تدشين ملعب جميل. على ماذا اتفق أولاد الحي وبناته بحضور منشط الألعاب؟ اتفق أولاد وبنات الحي بحضور منشط الألعاب على توزيع حصص اللعب بينهم داخل الملعب في مجموعات. أفكر، ما الذي يدل على أن أطفال الحي متفاهمون؟ ما يدل على أن أطفال الحي متفاهمون هو اتفاقهم على توزيع حصص اللعب بينهم. هل تمارس نشاطا رياضيا؟ نعم، أمارس كرة القدم. أنجز، أضع الأنشطة الآتية في فضائها المناسب: كرة القدم، الملعب، التشكيل، دار الشباب، كرة الطاولة، الملعب، المسرح، دار الشباب. أحول، أنت صرت تقضي وقتك فيما ينفعك وينمي عقلك.